مستقبل المكون الاساسي ليها السمك. نعم. فيعني السمك اللي هو ايه، حدث ولا حرج عن الفايده الغذائيه كمصدر للبروتين. يعني في ناس نباتيه ما تاكلش الفراخ او اللحمه بس تيجي عند السمك وتاكل السمك طبعا، لان السمك فعلا فوائده عاليه قوي. اهم طبعا فايده فيه موضوع الاوميجا 3. ايه بقى الاوميجا 3 ديت؟ نعم. دي ماده موجوده في السمك. الماده دي هي المسؤوله على الحفاظ على صحه القلب، هي اللي بتقلل من نسبه الجلطات الدماغيه اللي بتحصل في المخ، هي اللي بتزود الدهون النافعه في الجسم وتقلل الكوليسترول والدهون الضاره. لقوا الناس اللي في المناطق الساحليه والناس اللي بتاكل اسماك كتير زي بتوع الاسكندرانيه والدمياطيه وبتوع بقى جنوب شرق اسيا وعندنا في مصر السواحليه، دول نسبه اصابتهم بالالزهايمر وباللي هي الامراض اللي هي بتحصل في السن لما بيكبر والخرف والحاجات دي بتقل قوي، لانه لقوا ان السمك بيزود الاوميجا 3 في المخ كمان، وفي شويه مواد بيزودها في المخ بتقي المخ من الحاجات اللي بتحصل مع التقدم في السن. نعم. من الحاجات برضو الكويسه قوي في السمك ان هو كبروتين قليل قوي في الدهون. يعني ايه؟ يعني يحافظ يبني لنا عضل في الجسم، يحافظ على الصحه في الجسم، وفي نفس الوقت ما يزودش في الوزن. لان مثلا اللحمه حتى وهي مشويه في 40% منها دهون، لكن السمك وحتى لو حمراء وحتى ومشويه كمان 40% من النسيج العضلي الاحمر ده دهون. فمش ما ينصحش باكلها كتير. اما السمك التوصيات كلها العالمية بتنصح ان الناس تاكل سمك كتير. ده عملوا دراسة في جامعة هارفارد على 80,000 سيدة لمدة 14 سنة. نعم. دراسة طويلة، في دراسات بتاخد وقت كبير. 14 سنة. وابتدوا ايه، هم بس بيقولوا لهم يعني المجموعة دي هتاكل سمك مرة في الاسبوع، دي مرة في الشهر، دي مرة في مرتين في الاسبوع. لقوا ان احنا طبعا هو بنقول ان احنا بناكله مرتين ثلاثة في الاسبوع. نعم. لقوا ان المجموعة اللي بتاكله قليل مثلا مرة او مرتين في الشهر، والمجموعة التانية اللي بتاكله ثلاث مرات في الاسبوع او مرتين او ثلاث مرات، حصل يعني الامراض اللي هي القلب قلت جدا جدا في المجموعه ديت، والسكتات الدماغيه اللي هي الحاجات اللي بتيجي نتيجه الجلطات. نعم. فلقوا ان السمك فعلا بدراسه مؤكده بيقلل نسبه الجلطات اللي بتحصل في القلب وفي الدماغ.